سيدي لا يطول عمر سيدي. بارك الله فيك يا سيدي. شكرا جزيلا على هذه الحفوة في الاستقبال، واحنا فرحين وتسمينا عمان سنين هذه الساعة المباركة. ايوه حتى احنا فرحانين. الله يبارك عمر سيدي. بارك الله عليك. تفضل. They were saying in Israel that the number one destination for Israelis is now Abu Dhabi, but they think that now will become Iran.